السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ينصر إخواننا وأصدقائنا وأهلنا في فلسطين الحبيبة. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. في البداية طبعا بنشكر الأصدقاء اللي دعوا للوالد بالشفاء، واللي قاموا بالتواصل معانا من أجل الاطمئنان على صحة الوالد، فنشكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء، ونشكر الأصدقاء اللي اهتموا بالأمر دوت، ونسأل الله يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الله يبارك في الجميع. النهاردة خلاص داخلين نقدر نقول بكرة إن شاء الرحمن 1 أغسطس أو 1/8 لسنة 2024، يعني إن شاء الرحمن نبدأ بداية الشهر الثامن من بكرة بإذن الله. عاوز أتكلم الله يبارك في الجميع على بعض أعمال النحال اللي يقوم بها خلال شهر 8 أو شهر أغسطس لسنة 2024. نتمنى من الأصدقاء اللي بيتابعونا يستمع للنصائح ديت، لعل لو فيه بعض الأمور نقدر نقول تناسبه للقيام بها في بلده أو في منحله يقدر يستفيد بيها، ولو في أخ آخر نقدر نقول الظروف عنده في منحله أو الإمكانيات عنده في منحله ما تحتاجش القيام بالأمور ديت ممكن يقدر يأجلها. أكيد طبعا كل بلد بتختلف، سواء شمال أفريقيا أو سواء بلدان الشام أو كذلك حتى أصدقائنا في الخليج أو حتى اللي بيتابعنا من بلدان نقدر نقول بلدان إسلامية، فنسأل الله يا رب التيسير للجميع. أولا الله يبارك في الجميع، النقطة رقم 1 اللي هنتكلم عليها وهي الخلايا اللي موجودة عند بعض الأصدقاء النحالين وفيها كثافة نحلية ممتازة، تمام، أو نقدر نقول الخلايا اللي هي ما شاء الله 7 و8 براويز، تمام، مع درجات الحرارة اللي احنا موجودين فيها حاليا نقدر نقول مع الأجواء القاسية اللي ربما بتصل في بعض البلدان إلى 47 و50 درجة مئوية من درجات الحرارة، الخلايا دي نقدر نقول يعني انت كنحال لابد انك انت تقشر عليها، تمام. بمعنى لما يكون خلية عندك جات ظروف قاسية او ظروف عصيبة، تمام، والخلايا دي مرت منها، يبقى لازم انك انت تحتفظ بالخلايا دي علشان ان شاء الرحمن مع فصل الخريف بعض الاصدقاء اللي عاوزين يعملوا تقسيمات ويكون عندهم الظروف متاحة يقدر يأخذ من الخلايا اللي هي عبرت فصل الصيف وعبرت الأجواء الصعبة وعبرت نقدر نقول المحن اللي كانت موجودة خلال فصل الصيف، يقدر يأخذ من الخلايا دي، تمام. يعني مثال بسيط، لو أحد من الأصدقاء بيتابعنا عنده 15 خلية، لو فيهم 3 خلايا فقط هي اللي ممتازة، ممتازة بمعنى يعني في خلايا الملكات بتاعتها شغالة، في حضنة في الخلايا، الخلايا نقدر نقول متماسكة على 8 براويز وعلى 7 براويز، والخلايا الأخرى طبعا أكيد إن هي في النازل، ممكن يكون 4 ممكن يكون 5، تمام. في الحالة دي نيجي على الخلايا القوية الممتازة نقشر عليها على أساس إن احنا هناخد من الخلايا دي إن شاء الرحمن بعد شهرين، على شهر مثلا أكتوبر أو على شهر منتصف شهر 9 لما يكون الأجواء مناسبة إن الأخ يقدر يقوم بعمل تقسيمات، يقدر في الحالة دي الأخ إن هو يأخذ ملكات من الخلايا دي، تمام. فدي رقم 1 نتمنى التركيز عليها، تمام. الأمر رقم 2 الله يبارك في الأصدقاء واللي لابد الإشارة ليه، تمام، وهو إن احنا نجهز الخلايا بتاعتنا أو نجيش الخلايا بتاعتنا استعدادا للمواسم اللي هتكون قادمة. يعني على سبيل المثال موسم الصدر تقريبا ممكن مثلا بنتكلم في حدود 30 يوم او 45 يوم يجي موسم الصدر في منطقة اليمن والمملكة العربية السعودية، بعض الاماكن في البحرين او الامارات او الكويت، الخليج عامة بشكل عام، اجزاء من صعيد مصر، هيجي موسم الصدر تقريبا، كذلك هيجي موسم الاسل، تمام، برضو كذلك في التوقيت ده تقريبا باقي 30 يوم او بيختلف طبعا 30 يوم 40 يوم من مكان لمكان او من دولة لدولة اخرى.
فانا كان حال ابدا من دلوقتي، ابتدي اجهز واجيش من دلوقتي. تمام. الامر رقم 3 اللي بد الاشاره ليه، وهي التغذيه، سواء التغذيه البروتينيه اللي هي عن طريق العجائن، او التغذيه السكريه. اللي بيستمع ليا تمام، ما هو الشرط يقوم بالاثنين حسب الظروف عندك، نقدر نقول نحلك محتاج ايه ومن ثم تقدمه. بمعنى، هل انت عندك حبوب لقاح؟ لو عندك حبوب لقاح خلاص انت ما انتش محتاج عجائن. تمام. نتمنى التركيز من الاخ بالخصوص المبتدئ. عندك حبوب لقاح، النحل بيجيب حبوب لقاح، ما تقدمش عجائن. تمام. طيب واحد بيستمع ليا عنده نقدر نقول شح في حبوب اللقاح، او حبوب اللقاح ضعيفه، لا، في الحاله ديت اعمل عجائن بروتينيه كميات بسيطه في حدود 100 جرام 150 جرام، واعطي للخليه على اساس ان هي تتعافى في الفتره اللي احنا موجودين فيها حاليا. تمام. هل ال 100 جرام او ال 150 جرام او ال 200 جرام من العجينه البروتينيه هتعمل نتائج في الخليه؟ نعم، هتعمل نتائج في الخليه. تمام. طيب عندك حبوب لقاح، اعمل عجينه بروتينيه بيها، ما عندكش اعمل عن طريق الخميره. لسه ناشر فيديو موجود على القناه تقريبا من 5 ايام او 10 ايام، تقريبا 5 ايام ممكن، ان النحال ازاي يقوم بعمل طريقه العجينه البروتينيه، سهل جدا اي احد يقوم بيها. تمام. طيب التغذيه السكريه، تمام، عندك النحل بيجيب رحيق، يعني بمعنى نحلك مثلا موجود في القطن، بيجيب رحيق او بيجيب نقدر نقول من القطن عسل، ما انتش محتاج تقدم تغذيه، مش محتاج. تمام. واحد مثلا النحل بتاعه فيه السمسم، بيجيب رحيق، ما انتش محتاج تقدم تغذيه. بعض الاصدقاء اللي ممكن يكون النحل بتاعهم فيه البرسيم الحجازي، تمام، والنحل بيجيب رحيق، ما انتش محتاج تقدم تغذيه. تمام. بعض الاصدقاء ممكن يكون اللي في مناطق فيها شوكيات، تمام، نحلك لو بيجيب رحيق ما انتش محتاج تقدم تغذيه. طب اللي موجود في اماكن النحل ما فيش رحيق خالص، يعني نقدر نقول الخلايا محتاجه تغذيه افضل من انها تصل الى مرحله الجوع، لا، في الحاله دي تقدم تغذيه. تمام. اصدقائنا اللي في موسم الطلح، تمام، ما انتش محتاج طبعا تقدم تغذيه، انما اللي يقدم هو فقط اللي موجود خارج المواسم. تمام. تقدم تغذيه 2 ميه واحد سكر، تمام، مع المتابعة للخلايا، سواء تزود الكمية بتاعة التغذية أو تقلل الكمية حسب احتياج الخلية وحسب الكثافة النحلية اللي موجودة داخل الخلية. تمام. نتمنى النقطة دي تكون واضحة للأصدقاء. التظليل، دي النقطة نقدر نقول رقم 4 أو رقم 5. التظليل، ما زال الأخ النحال لابد أنه يكون مظلل على منحله مع توفير مية شراب، مية نقدر نقول نضيفة لشرب النحل يشرب منها، لأن النحل محتاج لها خلال شهر أغسطس أو شهر 8 اللي احنا فيه لحد ما نعبر منه. تمام. ممكن نقدر نقول مع شهر سبتمبر أو شهر 9 الأجواء تكون اعتدلت. تمام. يبقى التظليل ما زال مستمر، نتمنى التركيز على النقطة دي. تمام. النقطة كذلك اللي بعد كده رقم 6، وهي خاصة بفحص الخلايا. بمعنى، بعض الأصدقاء ممكن يجي كل 3 أيام يفحص الخلايا، لا، نتمنى التركيز على الشيء ده. بعض الأصدقاء ممكن يجي كل 3 أيام يفحص الخلية، ما انتش محتاج تفحص الخلية كل 3 أيام، كل 4 أيام مش محتاج. تمام. كل أسبوع مرة ممتاز جدا. طب ليه أنا بأتكلم في الأمر ده؟ فتحك للخلية، انك انت تفتح الخلية في اجواء حرة، تمام، وتغير الاجواء داخل الخلية وتعمل مجهود على النحل، انت مش محتاج تقوم بالامر ده والنحل مش محتاج كده. تمام. اللهم اني مرة كل اسبوع ممتازة جدا، بالخصوص ان مفيش تطريد دلوقتي، مفيش خلايا هتطرد دلوقتي. تمام. يبقى اصبح كل مرة كل اسبوع مرة، تمام، افحص الخليه، اتاكد من وجود ملكات، اتاكد من وجود وضع البيض، اتاكد من الخليه ممتازه وخلاص. تمام. نتمنى الانتباه للشيء ده، لان في بعض الاصدقاء يجوا كل 3 ايام و4 ايام يفتح الخليه ويفحص الخليه ويشوف البراويز ويرفع البراويز. كثره الفحص
في التوقيت الحالي تضر النحل. انا اتكلم بصدق وبامانه، تمام؟ عكس الربيع، الربيع افتح الخليه كل 3 ايام، لان النحل بيقول لك، نقدر نقول النحل بيكون محتاج انك انت تنزل له براويز في الربيع، محتاج تقدم له تغذيه، امور كتير جدا، تمام؟ النقطه رقم 7 او رقم 6 حسب ما يكون ضغط الخلايا. اضغط الخلايا بتاعتك، ما توسعش لنحلك نهائي خلال شهر 8 اللي احنا فيه، تمام؟ يعني الخلية عندك 5 براويز مغطية نحل البرواز رقم 1 و2 و3 و4 و5، ممتاز جدا. لو البرواز رقم 5 مش مغطي الكثافة النحلية فيه، شيله، اضغط الخلية. البراويز اللي تكون زيادة عن احتياج النحل احفظها في المبرد او في التلاجة، هتحتاج ليها ان شاء الرحمن مع الخريف، تمام؟ على اساس ان هي ما تفسدش او عسة الشمع تدمر البراويز وتخربها، تمام؟ نتمنى الانتباه للشيء ده، نقطة ضغط النحل دي، لان نقدر نقول متراكم عليها حاجات كتير جدا. هتضغط نحلك، هتمنع الامراض، بالخصوص امراض الحضنة. الجملة دي مهمة جدا، امراض الحضنة لو انت موسع لنحلك هتظهر عندك في فصل الصيف، تمام؟ نقطة لابد الاشارة ليها، وهي مكافحة الفروة، تمام؟ ليه مكافحة الفروة؟ لأن احنا بنتكلم ان احنا بنجيش نحل مثلا لموسم الصدر. لو ما كافحتش النحل بتاعك من الفروة في التوقيت الحالي ودخلت موسم الصدر هتعاني، تمام؟ كافح الفروة. الأوكزليك، الأوكزليك رش على البراويز، تمام؟ ممتاز جدا فمع درجات الحرارة. الفورميك ممتاز، بس تخلي بالك من الجرعة، تمام؟ وتحاول انك انت تكافح لإما اوقات الصباح الباكر، يعني الساعة 7 8 الصباح، او تكافح قبل اذان المغرب. ما تجيش الساعة 2 الساعة 3 الساعة 12 الظهر في اجواء حرارة مرتفعة وتقول كافح. اجواء الحرارة المرتفعة اللي تكون الساعة 12 و1 الظهر وتكافح فيها، خطأ، خطأ كارثي، تمام؟ نقطة بس لابد الاشارة ليها، محدش يكافح بالمواد اللي هي بتكون المادة الفعالة بتاعتها ممتدة. زي ايه؟ زي السيمول او المنتول، ممنوع تكافح بيهم دلوقتي. الامتراز لو احد بيستخدمه ما انصحش تستخدمه دلوقتي، لان درجات الحرارة هيسبب لك مشاكل، تمام؟ نتمنى الانتباه للشيء ده. امر لابد بس الاشارة ليه، وهو خاص باعداء النحل. ليه ذكرت اعداء النحل؟ تقريبا بعد مثلا 20 يوم 25 يوم هيظهر الدبور الأحمر في بعض البلدان زي الأردن، زي سوريا، زي مصر، تمام؟ أنصح نصيحة لأصدقائنا اللي عندهم، نقدر نقول، حيازة نحلية كبيرة وعنده استطاعة ينقل الخلايا بتاعته، انقل. أنا أكلمك بصدق وبأمانة، تمام؟ اللي عنده استطاعة. طب اللي ما عندوش استطاعة وعنده خليتين ثلاثة، خلاص انا انصحك نصيحة انك انت تحاول انك انت توصل للاعشاش بتاعة الدبور الاحمر مع بداية ظهوره وتدمرها، تمام؟ انما اللي عنده مثلا 50 و100 خلية، لا، انقل على اساس نحلك ما يهتزش، وعلى اساس الخلية بتاعتك تكون ممتازة، تمام؟ يعني على سبيل المثال، مثلا عندنا في مصر، لما تروح في الاماكن الصحراوية، تمام، او الاماكن الجبلية، تمام، في مراعي مثلا ممتازة فيها، مثلا زي الأسل، بعد مثلا تقريبا 20 يوم هيبتدي يشتغل. لما تنقل هناك في مناطق الأسل وتظلل على نحلك، أنت استفدت عسل وابتعدت عن الدبور وحافظت على نحلك، تمام؟ أفضل من أنك أنت تجلس في المحافظات اللي هي مثلا محافظات الدلتا أو المحافظات القريبة من النيل، تمام، والدبور يهاجمك ويسبب لك مشاكل. نتمنى الانتباه للشيء ده. طبعا أكيد في بعض الأصدقاء في بلدان أخرى ممكن يعانوا برضو كذلك من الدبور، فلو في استطاعة النحال ينقل، أنا أنصحه ينقل، تمام؟ نقطة لابد الإشارة ليها، وهي الأساسات الشمعية. الأساسات الشمعية، هل النحل يبني دلوقتي؟ صعب، صعب النحل يبني أساسات شمعية، تمام؟ طيب أنا كنحال ممكن يبني عند النحل أساسات شمعية متى؟ يبني عند أساسات لو في بعض البلدان بيأتي فيها الخريف ممتاز، استغلها في بناء الأساسات الشمعية، تمام؟ إنما دلوقتي
انك انت تحافظ على نحلك وتضغط الخلايا، ده افضل حل. تمام، نتمنى الانتباه للشيء ده. الامر اللي بعد كده، لو احد يفكر في موضوع التقسيم ويفكر يقسم في التوقيت الحالي، انا ما انصحوش. 1/8 اللي احنا موجودين فيه نقدر نقول، او 1 أغسطس، ما يصلحش انك انت تقسم فيه لعدة اسباب. درجات حرارة مرتفعة، ما فيش ذكور، خلايا ربما يكون الكثافة النحلية بتاعتها ضعيفة. تمام، انما مع بداية الخريف ممكن بعض البلدان ظروفها تكون مناسبة وعندها نشاط ممتاز وعندها خريف ممتاز يقدر يقوم بالتقسيم. طب دلوقتي فقط تابع الخلايا الممتازة وأشر عليها أو أعلم عليها على أساس تستفيد منها مع الخريف إن شاء الرحمن. تمام، نتمنى نأخذ النصائح دي بعين الاعتبار، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم يبارك في نحل الجميع ويبارك في الأصدقاء جميعا في جميع البلدان العربية. وطبعا بلتمس العذر من الأصدقاء، ربما يكون لو في بعض الأسئلة ما ردناش عليها أو تأخرنا عليها. وبشكر للمرة الثانية أو للثالثة الأصدقاء اللي سألوا على الوالد وقاموا بالدعاء بالشفاء ليه والجميع مرضى المسلمين. نسأل الله يا رب يشفي الجميع، اللهم أمين يا رب، وينصر إخواننا وأصدقائنا في فلسطين الحبيبة، اللهم أمين يا رب العالمين. مشكورين شكرا جزيلا.